في دراسات جديدة بسنت بتقول لنا أو بتحذر من خطورة التغيرات المناخية. كل يوم بتطلع دراسة جديدة بتتكلم على أثرها على حياة البشر والإنسان. في دراسة بتقول إنه ممكن التغيرات المناخية دي تقلل أو تقلل من متوسط عمر الإنسان بمقدار 6 أشهر بسبب الوفيات المباشرة الناتجة عن الكوارث الطبيعية والفيضانات وموجات الحر اللي بتجتاح أجزاء كبيرة جدا من العالم، وكمان الوفيات غير المباشرة زي بعض مشاكل الصحة العقلية. احنا يمكن بقينا نسمع كمان مصطلحات كده كنا زمان بنقولها بضحك، اللي هو هموت من البرد هموت من الحر، لكن دلوقتي فعلا حقيقة. يعني صح. البرد بقى برد جدا قارس قوي، والحر بقى حر جدا. طيب احنا هنفهم بقى التغيرات دي بتعمل ايه علينا. معانا عبر الهاتف دلوقتي الدكتور عبد المسيح سمعان، استاذ الدراسات البيئيه بجامعه عين شمس. صباح الخير على حضرتك، اهلا بيك. صباح النور على حضرتك استاذ المشاهدين الكرام، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. يعني شايف ازاي النتائج، خليني اقول اللي وصلت ليها الدراسه بخصوص مخاطر التغيرات المناخيه؟ يعني عمر الانسان بيقل 6 أشهر بسبب التغيرات المباشره عليه، النتائج دي شايفها ازاي؟ خليني اقول في البدايه انه المتوسط العالمي لعمر الانسان زاد من 1960 لغايه 2020 حوالي اكثر من 12 سنه، يعني اللي كان عنده 55 عام كمتوسط وصلنا لاكثر من 72 سنه، وده بفضل الرعايه الطبيه واللي احنا بنشوفه من رعايه صحيه على مستوى العالم، ده بشكل عام. ولكن الدراسه بتقول انه بالفعل في مع التغيرات الشديده في درجات الحراره ومع السيول والامطار والبرد القارس ابتدى هذا المعدل يقل شويه، يعني بعد ما كان وصل عمر الانسان الى 72 سنة قل 6 شهور بحسب العينة اللي خدها الدراسة أو اللي خدتها الدراسة، وفعلا خد سنوات طويلة وابتدى يشوف في السنوات الأخيرة إلى أي مدى بالفعل هذه التغيرات أحدثت تقليل في عمر الإنسان بشكل عام. الحقيقة يمكن بيانات منظمة الصحة العالمية في الفترة الأخيرة بتقول أنه حدث ما يقرب من 12 ألف كارثة بفعل ظواهر متطرفه مرتبطه بالمناخ، وده ادى الى يمكن وفاه اكثر من 2 مليون حاله اكثرهم من الدول النامية. والحقيقه ده بسبب زياده درجات الحراره، بسبب الاعاصير، بسبب العواصف، بسبب زياده الحرائق، كل ده بيغير النمط السلوك الانساني. الانسان كان محتمل، واحنا شفنا كمان يا دكتور الفتره الاخيره يعني السنه اللي فاتت كمان عدد كبير جدا من الكوارث الطبيعيه في اماكن كثيره من العالم، اعاصير وزلازل وغيره، واثر بشكل مباشر على حياه الانسان او البشر. عايز اسال حضرتك يعني في الدراسه يعني كاتب هذه الدراسه او الباحثين اللي اشتركوا في انتاج هذه الدراسه تكلموا او تحدثوا عن مؤشر هو مؤشر مركب للتغير المناخ بشكل كبير، وعايزين نعرف من حضرتك ايه هو المؤشر ده واحنا فين من المؤشر المركب الاول من نوعه لتغيير المناخ. الحقيقه ده مؤشر اعدته منظمه البيئه والاغذيه الالمانيه بيسموها جيرمان ووتش لتعزيز مؤشر الشفافيه عشان تشوف الى اي مدى الدول ابتدت تغير سياساتها في مجال الحفاظ على البيئه وتقليل من تداعيات المناخ. الحقيقه هذه الدراسه اتعملت على 63 دولة، والحقيقة مصر جاءت في مركز متقدم من ال 63 وصلت إلى المركز 22، وده مركز متقدم جدا بالنسبة للدول التي قيس على أدائها تغير المناخ. الحقيقة بيقيسوا 14 مؤشر بيضم 4 فئات، الفئة الأولى الغازات الدفيئة ودي بيدوها 40% من الدرجة، يعني إلى أي مدى الدولة بتطلع غازات دفيئة. ويمكن شفنا في مصر خلال الفترة اللي فاتت بفضل فعلا يعني الجهود اللي بتبذلها الحكومة المصرية وبفضل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي انخفض بالفعل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2,304,000، وده مؤشر جيد ادى لمصر درجة كويسة ووصلها إلى 61.8 نقطة. يبقى دي النقطة الأولى. النقطة الثانية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. مصر النهاردة بتنتج طاقة جديدة ومتجددة بشكل كويس جدا، ولها يعني أنواع متعددة من الطاقة. عندنا الطاقة الشمسية في بنبان، وعندنا طاقة الرياح،
وعندنا طاقة المية، وعندنا كمان الهيدروجين الأخضر اللي مصر بالفعل. دكتور أنا بس أنا أسفة أنا بقطع حضرتك، لكن سريعا جدا، الدراسة في عجالة يعني، الدراسة أشارت أن التأثير هيكون أكتر على السيدات أكتر من الرجال، ده سببه إيه سريعا جدا؟ ده علشان السيدات بتتعرض اكتر لظروف، هي اللي بترعى اولادها وبترعى البيت وبترعى المنزل، وبالتالي هي اللي بتتعرض اكتر لمثل هذه الكوارث اكتر من الرجل. الرجل بيشتغل ممكن يكون في حته محميه، لكن السيدات بتتعرض اكتر ليها، عشان كده قالوا ان السيدات قد يكون مؤشر الوفاه اكتر من الرجال بشكل بسيط. يعني السيدات اكثر تاثرا من التيارات المناخيه من الرجال. على أي حال بنشكر حضرتك على كل هذه المعلومات العلمية القيمة زي ما تعودنا دايما من حضرتك الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس. صباح الخير على حضرتك.